ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد مراسلنا فراس الدليمي من داخل قبة البرلمان. أهلا بك فراس. فراس، إذا جلسة لمجلس النواب تناقش قانوني الانتخابات، انتخابات المجالس، وأيضا تعديل الجنسية، وتخلو من الحديث حول كارثة الموصل. ضعنا في آخر المستجدات وزودنا بالمعلومات أيضا. نعم آلاء، يعني اليوم أيضا خلت جلسة هذا اليوم من الحديث عن الكابينة الوزارية واستكمالها. يبدو أنها أصبحت في رفوف النسيان في أروقة البرلمان بسبب الخلافات المستمرة حول هذا الموضوع. حتى الفقرات المدرجة في جدول أعمال هذا اليوم على الرغم من أهميتها، وهو مشروع قانون تعديل الجنسية العراقية، إضافة إلى قانون الخدمة الاتحادية، إضافة إلى موضوع قانون تعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات. هذه المشاريع المهمة جلها أجلت أيضا ولم تناقش اليوم ولم تقرأ اليوم، بسبب يبدو أيضا هناك خلافات حولها بين الكتل السياسية، ويبدو أنها غير ناضجة من أجل أن تأتي إلى قبة البرلمان للمناقشة والقراءة. وهذا ما أكده معظم أعضاء مجلس النواب عندما توجهنا لهم بالسؤال عن يعني لماذا أدرجت في جدول الأعمال إذا لم تكن جاهزة للقراءة أو المناقشة، وبالتالي يعني كان الجواب هو هناك خلافات مستمرة بين قادة الكتل السياسية حول فقرات هذه المشاريع. نعم. والتي لربما سوف تعود إلى اللجنة القانونية أو اللجان المختصة من أجل تعديلها أو إعادة تعديلها وإعادتها مرة أخرى إلى البرلمان من أجل قراءتها ومناقشتها والتصويت عليها. يعني ستكون معي النائبة خديجة علي من أجل أن تسلط لنا الضوء أكثر عما جرى في جلسة هذا اليوم. ست خديجة، اليوم أيضا مجلس النواب يعني خلت جلسته من موضوع استكمال الكابينة الحكومية، يعني ما هي الأسباب؟ بالنسبة لجلسة اليوم الأحد 26/3/2019 كان هناك إكمال نصاب موجود جميع النواب، ولا نقول جميع لكن الأغلبية موجودين، وبوجود اللجنة القانونية واللجان النيابية المختصة، لكن اضطروا إلى تأجيل الكثير من الفقرات في جدول الأعمال واللي نصت أكثر من 6 فقرات، والسبب في ذلك كانت تقصير الحكومة وليس تقصير مجلس النواب، لأن الحكومة أرسلت لنا القوانين القديمة ولم ترسل لنا تكملة القانون أو نص القانون الجديد، لأن المطلوب من المجلس النواب هو التعديل في تلك القوانين ومن ثم إقرارها والتصويت عليها. فإذا كانت الحكومة لم ترسل لنا نص قانوني معين، فكيف المجلس النواب مناقشتها وبالتالي التصويت عليها؟ لذلك أغلبية بنود جدول الأعمال تأجلت بسبب عدم وجود نصوص قانونية ليكون بوسع اللجنة القانونية أو اللجنة النيابية أو بوسع النواب إقرارها. فكان سبب التأجيل، تأجيل الجلسة لم يكن من النواب مطلقا، كان بسبب عدم إكمال أمل الحكومة. فيما يخص الكابينة الحكومية، يعني أين وصلت الحوارات؟ إلى الآن لم تدرج في جدول الأعمال، هذه الجلسة السادسة في الفصل التشريعي الثاني. بالنسبة لتشكيل الكابينة الوزارية، هذه التشكيلة مهمة جدا، لأن مرتبطة بها أيضا عدم تشكيل أو عدم تكملة اللجان النيابية وتحديد رئاستها. فبالتالي كل النواب يعملون أو يحاولون أن تكتمل هذه الكابينة الوزارية، لأن هذا أيضا من واجب الحكومة عليها وعلى الدكتور عادل عبد المهدي الضغط على الكتل السياسية لتكملة الكابينة الوزارية، لكن السبب ترجع إلى عدم اتفاق بين الكتل السياسية واللي أدى إلى الضرر في الشارع العراقي والضرر في الخدمات المقدمة من قبل الوزارات للناس. طيب أنتم أيضا ككتلة تركمانية لديكم خلافات حول موضوع اختيار محافظ لكركوك، وأيضا مع كردستان حول بعض المناصب في كركوك. بالنسبة لي اختلافنا سيد الكريم حول منصب محافظ كركوك، أولا نحن نطالب بأن يكون منصب محافظ كركوك من حق التركمان،
والسبب في ان مكون اغلب مكون حضرتك تعرف كركوك مكونات تركمانية عربية كردية مسيحية، لكن احنا كمكون تركماني اغلبية الناس الموجودين في كركوك هم من المكون التركماني، هذا اولا. النقطة الثانية، لماذا نحن فقط التركمان يغبن حقنا؟ يغبن حقنا في الوزارات، وسيغبن حقنا أيضا في مجالس المحافظات، وفي أن يكون منصب المحافظ من حق التركمان. لكن أكو نقطة مهمة جدا أحب أتطرق لها، أي شخص يتسنى منصب المحافظ سواء كان كردي عربي تركماني يجب أن ينال رضا وموافقة بقية المكونات، لأنه في حالة عدم نيل هذه الموافقة ستخلق أزمة جديدة في كركوك، ونحن في غنى عن هذه الأزمات. شكرا جزيلا. نعم آلاء، يعني نعم. هذا لربما مجمل ما حصل في جلسة هذا اليوم في قبة البرلمان. نعم فراس الدوليمي مراسلنا، كنت معنا من داخل مبنى البرلمان من بغداد، شكرا جزيلا لك، ونشكر ضيفتك الكريمة عضو مجلس النواب السيدة خديجة علي.